الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران بوضع حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تدبير رحلات الإبحار السري، مع إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية. العمليات جاءت بفضل تكثيف التحريات والاستغلال الأمثل للمعلومة، أين تم تجسيد خطة محكمة أفضت إلى تتبع نشاط وأماكن تواجد عناصر هذه الشبكات عن طريق القيام بنقاط مراقبة وتفتيش ومداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور وكذا أماكن نشاطها. أسفرت هذه العمليات عن توقيف 72 شخص، من بينهم 13 شخص من جنسية مغربية و13 آخرين من جنسية سورية. حجز 3 قوارب نزهة مزودة بمحركات مختلفة القوة وكذلك دراجة مائية، مركبة نفعية، سيارة سياحية ودراجة نارية. مبالغ مالية مقدرة ب 83 ألف دينار جزائري، 6050 أورو و 768 دولار، 23 صافحة بنزين، سعة 30 لتر، بوصلة، جوازات سفر وهواتف نقالة. بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة حول جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية، وكذا عدم تبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة ومحاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر وإيواء الأجانب بدون رخصة. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.